الله أكبر ولله الحمد. كلا سمت رقاب الحجيز إلى البيت الحرام والركن والحجر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كلما شد الإحرام إلى العمرة واعتمر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عدد من وقف بعرفة ورمى الجمرات وضحى والنحر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عدد من طاف بالكعبة والركن والحجر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد علينا عواعد فضله التي تعود في كل عيد وتزهر، ومد لنا مواعد كرمه عيد يعود علينا في كل عام ويتكرر، وزكى أبداننا من درن السيئات وطهر، فرحم الله من عزم الله وكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتا وعجلا مقدرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أفضل من سيد أركان بيت الحرام بالحج، فالفاعل من اعتبر أين القرون الأول والآخر، أين من كان معكم في العيد الماضي وكبر. واعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد مبارك منيف، صرفه الله عزمه وفضله واحترمه، فسبحان من أوضح لنا السبيل وخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيل، وامتحن نبيه إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل، أمره بذلك في المنام الرؤيا حق لا أدغاس أحلام، فقال مصرحا ومخبرا يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك قربانا لله تعالى فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونادى ربه العالمين أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فلما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، ليقع من الله قبل أن يقع في الأرض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأمر. روي الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذهبا، ذباحهما بيده الشريفة واضعا على صفاحهما قدمه الشريف، فلما ذهب الأول
قال بسم الله والله أكبر. وعزموا رحمكم الله شعائر الله وأدوا الفرائد وحقوقا، فإن الله ذاكر لمن ذكره وشاكر لمن شكره. أعدنا الله علينا بركة هذا العيد، وآمنا من سوء يوم الوعيد، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمته وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه مصابِه الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مسبعته لقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا ومولانا محمدٍ إمام الهرمين وصاحب الحجرتين، وعلى آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم، خصوصًا منهم ذي العسل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى جاهد اللواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى عميه المعزمين عند الله والناس المطهرين من الدنس واللرجس أبي عمارة الحمدة وأبي فضل العباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى تمام العشرة مبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اخزل الكفرة، اللهم اخزل الكفرة، اللهم اخزل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم خالب بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اسق جمعهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.
اللهم انصر من نصر دين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك العزاز والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقتلنا بغزبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم انصر المجاهد الدين في كل مكان. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.